انتوا عايزين ايه؟ انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسة. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. استنى اكتر من كده، معاد سفري يقرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو، يلا بسرعة يلا. انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكة. يلا بسرعة بكتبي. يلا طب ربنا ما يحرمني من لميتكو دي. ايه في ايه؟ مالكم؟ الله، انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تردوا عليا، في ايه؟ ايه يا بابا مالك بتعيط ليه؟ في ايه؟ ما تفهموني. سيد، انت عملت حاجة يا سيد؟ قولي عملت ايه بس يا سيد، فهمني. إيهاب، حلمي قتل زياد. زياد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ زياد لا، لا طبعا. زياد ايه؟ ادعيله بالرحمة، ادعيله بالرحمة. رحمة انت كمان، زياد مين اللي مات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام؟ زياد مات ازاي؟ ابني؟ ابني انا؟ هو فين؟ في المزرعة. مزرعة ايه؟ عشان مهما حاولت مش هتعرف. اه عارف ليه؟
عشان اللي قتل زياد ده يبقى صاحبك اللي كان ماشي معاك سنين في سكتك الشر. وزياد هو الوحيد اللي دفع ثمن ده، دفع ثمن حياته. انت عارف كويس ان حلم مقلبش عليك غير بعد ما عارف اللي عملته في بنته. حلم عمره ما كان يقدر يرفع السلاح في وش زياد الا بعد ما شاف وساكتك. انت اللي قتلت زياد الرحيم، انت ومش حد غيرك. بس بس مش عاوز اسمع صوت اي حد فيكم. اخرسوا كلكم، اخرسوا. محدش قتل زياد غيرك انت يا رحيم. طب وعزة جلالة الله ما هتحضر دفنة ابني يا رحيم؟ صلوا يعني هنوصل. انت مش هتروح الدفنة؟ Thank you.
البقاء لله. ونعم بالله. كان عندك حق أدري. القريبين مني بس هم اللي بيتأذوا.